الحمد لله تشيعي عز وجل وصدفة لقناتكم المباركة، وهذا مدة عام أو أكثر وأنا أتابع قناتي قرات سماحة الشيخ ياسر الحبيب حفظه الله ورعاه، استمد كلامه من البراهين والدلائل، يخرج الحقائق من كتب المخالفين، والذي أشدني أكثر فأكثر المجهودات الجبارة التي تبذلونها كل يوم، والتحقيق المستمر من سماحة شيخنا الحبيب. فبفضل دخل حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله قلبي فتشيعت بدون أي شيء، تشيعت الحمد لله على النعمة. أختي خديجة، أي المحاضرات تابعتيها لسماحة الشيخ الحبيب؟ محاضرات سماحة الشيخ كلها. نعم. كلها. نعم. أنت الوحيدة فقط في عائلتكم متشيعة؟ نعم. الله يهديهم بإذن الله تعالى. معكم سماحة الشيخ الحبيب ليلقنكم الشهادات الإسلامية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختنا الكريمة. إذا سمحت شيخنا الحبيب، هذا اليوم المبارك أبدأ كلامي بالسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى، وعلى آل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم، وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى ولديه الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولده، وعلى سيدنا ومولانا أبا صالح عجل الله فرجه الشريف حين يصبح شيخنا. هذا شرف عظيم لي أن أتكلم معكم. بل الشرف لنا أن نستقبل اتصالكم ونستمع إلى كلامكم الطيب. بارك الله بك أختنا الكريمة. بينت لنا مظلومية الأئمة عليهم السلام، وكيف سلبوا من حقهم من طرف الطغاة الأولين، الطاغية الأول أبو بكر والطاغية الثاني عمر، وما زالوا مظلومين إلى حد الآن. كيف لا أتشيع؟ كيف لا أتشيع؟ عرفت منكم أنهم مرتدين وخونة، خانوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جرى يوم عليهم ويوم السقيفة. كيف لا أتشيع يا شيخنا الحبيب؟ عرفت منكم أن الطاغية الأول أبو بكر لعنة الله عليه أخذ وسلب أرض فدك لمولاتنا الزهراء. كيف لا أتشيع؟ عرفت منكم أن الطاغية الثاني عمر بن الصهاك الفرار أنه جاء محتميا هو ومن معه، وأشعل النار أمام بيت فاطمة الزهراء عليها السلام. كيف لا أتشيع وعرفت من سماحتكم أن عائشة الحميراء المدانة الكذابة خرجت على إمام زمانها على علي أمير المؤمنين عليه السلام. كيف لا أتشيع لما عرفت الحقيقة المرة من دروسكم أن الجبت والطاغوت هما اللذان أسس أساس الظلم والجور، بظلمهما قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، بظلم قتلت الزهراء، بظلمهما قتل علي عليه السلام، بظلمهما قتل الحسن والحسين والأئمة من ولد. ولولا الله أخفى إمام زماننا لقتلوه أيضا. ألا لعنة الله على الظالمين. شيخنا رحمه
أنا مستعدة، يا أختنا الكريم. أنا مستعدة بقية من الشهادة الصحيحة إن شاء الله تعالى. بارك الله بك. على بركة الله تعالى. قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشين، ومبرأ من كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين عليا أمير ولي الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، صلوات الله عليهم، صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان، من أبي بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله، وسائر أعداء بيت أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، عائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، في النار، في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآله محمد، وعجل ولعن أعداءه. هنيئا لك يا أختنا الكريمة، بارك الله بك، أحسنت وأجدت، شكر الله لك هذه الكلمات الطيبة المؤثرة، وأسأل الله تعالى يجمعك بمحمد وآله عليهم السلام، وبالسيدة خديجة الكبرى التي أنت باسمها يجمعكم جميعا إن شاء الله في الجنة في الفردوس الأعلى إن شاء الله.